الأسواق المالية في إيكوتي جلوبال الأستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس من جديد. يعني بداية لاحظنا البيانات الاقتصادية المهمة التي طرأت خلال تعاملات الأسبوع الماضي وتأثيرها على مؤشر الدولار والبقاء ضمن أعلى مستوياته تقريبا منذ عقدين. ما هي التوقعات خلال تعاملات هذا الأسبوع لمؤشر الدولار؟ صباح الخير. بالفعل شهدنا ارتفاعات كبيرة جدا للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية رغم البيانات التي صدرت وأظهرت القليل من الانخفاض في معدلات التضخم في الولايات المتحدة من 8.5% إلى 8.3%. لكن حتى هذا الانخفاض في التضخم يعتبر انخفاض قليل جدا، والتضخم ما زال قريب من أعلى مستوياته منذ نحو 40 عاما، وهذا ما يزيد احتمالات أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بمزيد من الرفع بالفائدة. فبعد أن رفع الفائدة ب 25 نقطة ثم تبعها ب 50 نقطة، هنالك توقعات أن يرفع الفائدة ب 50 نقطة أساس الشهر المقبل. وهذا الأسبوع ينتظر المتداولون العديد من المستجدات، والتي منها تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي سيدلي فيها في اجتماع تقوده وول ستريت جورنال. وسيحاول المتداولون الاشتقاق ليس فقط توجهات الفيدرالي الشهر المقبل بل على مدى هذه السنة، وهنالك اعتقاد بأن الفيدرالي قد يدفع بأسعار الفائدة للارتفاع إلى 3% هذه السنة، وبالتالي الدولار الأمريكي قوي وقد يبقى قوي خلال الفترة المقبلة رغم أنه قد وصل لأعلى مستويات منذ عام 2002، إلا أن المزيد من الارتفاع قد يكون مرجح خصوصا لو أثبتت تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن الفيدرالي متوجه لرفع الفائدة. نعم، يعني سركيس، هذا الارتفاع في مؤشر الدولار أدى إلى ضغط كبير على باقي العملات، تقريبا على 6 عملات رئيسية. إذا ما تحدثنا عن الملاذات الآمنة كالفرنك السويسري كالين الياباني، تحديدا الين الياباني، شهدنا حالة من السقوط الحر لأدائه وتوقف تقريبا مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. يعني ما هي العوامل التي تدفع إلى الاستمرار في حالة من التحوط في العملات للحماية من هذا الركود المتوقع؟ الآن بالفعل الأسواق المالية وتحديدا أسواق الأسهم تشعل ركود اقتصادي عالمي جديد تقوده التوترات الجيوسياسية وإغلاقات الصين، إلى جانب تجديد السياسة النقدية في عديد من البنوك المركزية التي تشمل الفيدرالي الأمريكي. والين الياباني انخفض بالفعل لمستويات منخفضة وصلت إلى 131 ين للدولار الأمريكي الواحد، لكنه شهد بعض الارتفاع خلال تداولات الجمعة الماضية. هذا الارتفاع في الين الياباني حاصل بسبب طلب الين الياباني كملاذ آمن وتصفية أصول من أسواق العائد المرتفع والتي هي منها أسواق الأسهم أسواق السلع. فالمتداولون في آسيا يقومون بجني الأرباح من هذه الأسواق ويطلبون النقد، والتي من أهمها الين الياباني مما سبب بعض الارتفاع، وهذا أيضا ما أكسب الين بعض القوة. لكن بشكل عام سياسات بنك اليابان المركزي ما تزال تسهيلية للغاية وقد يستمر بتحفيزه للاقتصاد. هذا الأسبوع نحن بانتظار أيضا بيانات اقتصادية من اليابان، تحديدا من المتوقع أن تظهر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي وظهور بوادر الركود الاقتصادي في اليابان، وهذا ما قد يبقي على الين الياباني بشكل عام ضعيف. لكن كما أشرت قد يلقى الين الياباني بعض الدعم بين الحين والآخر عندما نرى موجات هابطة قوية في أسواق الأسهم وأسواق السلع، لأن الين الياباني يتم استخدامه لتصفية المراكز المالية. نعم، يعني بالتالي أيضا إذا ما تحدثنا عن العملة الأوروبية هي تشهد المزيد من الضغوط في ظل هذه المعطيات الموجودة في الأسواق. إذا هل نتوقع قرارات مرتقبة من المركزي الأوروبي لدعم اليورو كما حدث للين الياباني وباقي العملات الرئيسية؟ الآن بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فهو قلق جدا من التباطؤ الاقتصادي الذي بدأت ملامحه بالظهور فعليا بتأثير التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا. الآن البنك المركزي الأوروبي ربما سيتوجه لرفع الفائدة بالفعل بعد وصول معدلات التضخم إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ بداية منطقة اليورو. رفع الفائدة في البنك المركزي الأوروبي ربما ستكون أبطأ كثيرا من خطوات الفيدرالي، بل أبطأ أيضا من خطوات بنك إنجلترا المركزي، مما قد يبقي على اليورو ضعيف بعض الشيء. اليورو شهدنا تداوله عند مستوى الدولار و3 سنتات أمريكية الأسبوع الماضي
قبل أن يغلق عند دولار وأربع سنتات. يجب أن نستذكر بأن اليورو انخفض من دولار واثنى عشر سنتا، وهذا يوضح توقعات بقاء البنك المركزي الأوروبي متأخر نسبيا عن الفدرال الأمريكي وعديد من البنوك المركزية الأخرى. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، كنت معنا، شكرا جزيلا.